على تلك الرمال الملتهبة تحت شمس الجزيرة العربية، خطى عبد العزيز الملك المؤسس وعلى نفس الخطى تبعه الملك فيصل، الذي ظل دائماً ممسكاً بتلابيب كل التفاصيل التي تدعو أهل المملكة العربية السعودية إلى الفخر دائماً بإسلامهم وعروبتهم. نحن أمتنا خير أمة أخرجت للناس، ومن هذا المعين الروحي والتقليدي الذي لا ينضب تستلهم المملكة العربية السعودية سياستها. من هنا استكمل باقي الملوك الرحلة، ومن على نفس الدرب بدأ سعود الفيصل يتحسس خطواته إلى جامعة برينستون للدراسة، فلم يجنح نحو الحضارة الغربية كحال كثير من الشبان العرب الذين غادروا المنطقة في تلك الآونة إلى بلاد غريبة أسروا بعاداتها وطرائقها، إنما ظل الأمير الشاب متمسكا بكل ما نشأ عليه يوما في بيت فيصل، ولم يبرز أي انبهار إن كان صح التعبير بما يسمى بالحضارة الغربية. كان دائما يسدي احترام للآخرين ويتوقع منهم المعاملة بالمثل. عنده مساحة أكثر من غيره كثيرا، وهو يتعامل مع العالم شرقا أو غربا. بلا شك الحس العروبي مرتفع عند الأمير سعود الفيصل، وهذا مطلب من أساسيات السياسة العربية. جمع ما بين الثقافي الأمريكي الغربي والثقافي العربي. الأمير سعود ابن هذه الصحراء العربية. كان إنسان عالمي إذا أردت القول، ولكن كان عروبي لأنه يرى أن العرب لهم المقومات الكافية أن تكون أمة متكاملة تنافس الأمم الأخرى. الأمير سعود الله يرحمه كان شخصية عالمية، غير متقوقع، منفتح على الأفكار، عارف الدنيا. رجعنا إلى المملكة وبدأنا العمل معا في وزارة البترول. دخلنا الوزارة في المرتبة الحكومية في ذلك الوقت الخامسة، كان هو المستشار الاقتصادي في مكتب الوزير. كنا نشترك في مكتب واحد سمو الأمير وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير سعد الفيصل، وأنا ومستشار قانوني آخر وثلاث أشخاص في نفس الغرفة. دخل الوزارة كأي موظف ثاني، وكان هو مدركا لذلك الوضع ولم يكن يفرض نفسه على رؤسائه.